السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بون بلان شانيل. كما عودناكم فيديوهات جداد ديما الجديد وديما العروض والهميزات بمناسبة العيد الفطر إن شاء الله اللي ما بقى ليه والو. جبنا لكم هميزات زوينين من عند السي واي كيكي اللي دارين عروض مميزة وأثمنة رخيصة بزاف، يعني بالنسبة للحوايج ديال العيد غادي تلقاوهم تيشيرتات ابتداء من 30 40 50 درهم، سريولات يعني غادي تلقاو فريمون عروض زوينه بزاف. غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا كل شيء. اول حاجه غنبداو بها هما هاد السريولات ديال السبور اللي كيبغيوهم الدراري بزاف، كيجيوهم مريحين، يعني اللي داير الثمن ديالهم 109 ديال الدرهم، يعني كيجيو مع دي تيشيرت اولا دي بول هكا بالكمام. كاينين هادو اللي ستيل ديالهم شويه مغاير، حتى هما كاين في الوان، كاين البيج، كاين الكاكي، كاين صفر، كيبغيوهم كستيل ديال ميليتير. لي كابوشون حتى هما كاينين، هذا داير ب 89 درهم، سخيخان شويه، كاين اللي ب 150. الجينات كذلك لقينا فيهم عروض زوينه، يعني كاين ابتداء من 119 درهم الجينات، يعني بالنسبه اللي عندها وليدات من عام عامين 3 سنين حتى ل 15 عام كاين كاع لي طاي متوفرين. يعني اللي كيبغي ولدها يلبس جين غادي تلقاه، اللي كيبغي يلبس هكا سريولات ديال سيرفيت سبور حتى هما موجودين كما قلت لكم باثمنه زوينين بزاف. في لي تيشيرت كاين لارج شوا، كاين واحد زعما خيارات متوفره بزاف وباثمنه كذلك لي ناقصه بزاف. يعني كنعرفوا انا اي سي واكيكي واحد لا مارك تركيه، يعني القطن ديالها زوين وكيصبروا، واثمنه ديالهم ناقصين بارابور شنو غادي تلقاو في قيصريات اولا في بلايص اخرين، وكيصبروا يعني صبن ورد كما كيقولوا، والوليدات ديالكم كيلبسوا حويجات زوينين. كاينين بالنسبه للبنات هاد السريولات هادو حتى هما سبور ب 150 درهم، كاين في كاع اللوينات، كاين هذا ب 129. هادو راه كما عارفين هما اللي خارجين دابا، وكاينين القطع اللي كنلقاوهم سولد، يعني فحال هاد الليموني هذا دايرين ليه 100 درهم، كاين اللي ب 80. يعني اللي كيبغي يلبس تيشيرتات، كيبغي لي غوب كذلك الكسيوات، دابا كنعرفوا ان غادي يبدا يسخن الحال، يعني الكسيوات غادي يبغيوهم البنيتات. يعني دابا بحال هاد الكسيوه هادي دايره 79 درهم وفيها كاع لي طاي متوفرين، يعني من عامين حتى 13 14 عام غادي تلقاو لي طاي كاملين كاينين. كما قلت لكم اللوينات كاينين، اللي كيبغي دابا هاد لي موف، اللي كيبغي داكشي ديال لا غين دي نيج هكا، هاد الكسيوه ديال لا غين دي نيج كنعرفوا ان كاع البنات كيحماقوا عليهم، حتى هما كاينين متوفرين. يعني كما كتشوفوا سي واي كيكي اللي زوين فيها هو انكم كتلقاو ديما الموديلات جداد باثمنه ناقصين بزاف. يعني لي كابوشون كما كاينين بالنسبه للدراري كاينين بالنسبه للبنات، بحال هاد السريولات كاينين ب 59 درهم، لي كابوشون 150، هادو حتى هما 59 درهم، كيجيو زوينين. الكسيوات كما كتشوفوا عارفين ان الصيف البنيتات كيبغيو يلبسوا الكسيوات بحال هكا مبردين، حتى هما راه كاينين بزاف وكاين شكيلات، يعني غادي تحيروا لي جوج تشوفوا لي موديل كاملين اللي كاينين. اللي كيبغي كسيوات بدومي مانش كاينين، كاين بالكميمات تحتاجوها، يعني وكاع اللوينات كاينين، الغوز، الابيض، الصفر. وكما قلت لكم الاثمنه جد مناسبه ابتداء من 49 درهم. غادي تلقاو دي تيشيرت اللي كاينين، بيجامات كذلك كنت لقيتهم دايرين ليهم 100 درهم بالكمام بالسروال ديالها، دايرين ليهم سولدي 100 درهم، كاينين اللي ب 79 درهم. يعني اللي بغاو ياخذوا بيجامات كذلك حاولت نصورهم ليكم، كاينين موديلات زوينين بزاف وشكيلات كذلك متعدده وزوينه بزاف. كاين هاد البيجامه ديال ميكي كذلك دايرين لها 120 درهم، يعني كما قلت لكم ابتداء من 3 سنين حتى ل 14 عام كتلقاو لي بيجاما كاع شكيلات وكاع لوينات ومبردين بالنسبه للصيف بالنسبه للربيع. بحال هاد القويميجه هادي بالنسبه للدراري دايرين لها 150 درهم، كتجيب نو بابيون بالنسبه ل هكا العيد الفطر اولا بالحفله ديال لخرت العام ديال المدرسه،
جين هكا دايرين ليه 150 درهم، 159 درهم، يعني الجينات ابتداء من 100 درهم، 119 درهم كتلقاوهم متوفرين. كاين هاد الجيليات هادو اللي كيجيو بالقبيب، حتى هما بزاف الدراري كيعجبوهم، دايرين 89 درهم. بالنسبة للصيف مع تيشيرت كيجيو زوينين. وبالنسبة للبنيتات هاد الشكيرات هادو ديال ميكي، ديال ريبونس، ديال ليكورن، هادو اللي كنعرفو ان كان ديال. بالنسبة للدراري سبيدرمان تا هما كاينين، يعني غادي تلقاو شكيكرات وسويكات متوفرين ابتداء من 129 درهم. كاين قل، انا كنحاول نصور لكم الاثمنة باش تكون عندكم فكرة. كاين ما غتمشيو تما غادي تلقاو موديلات اخرين، واللي ما قدرش انه يمشي ال سي واي كيكي راه عندهم موقع، يعني غتدخلوا غتكتبوا غير ال سي واي كيكي بوان ام ا، غادي تلقاو فيها جميع المنتجات ديالهم، كيكون فيهم تخفيضات وكيوصلك السلعه ديالك حتى للدار. وبمناسبه رمضان يمكن راه دايرين دابا توصيل فابور، يعني ما غتحتاجوش تخلصوا شي حاجه. كاسكيطات فحال هادو، كاين هاد السويكات هادو بالنسبه للبنيتات 89 درهم، كما كتشوفوا كاينين هاد الكاسكيطات ديال هيلو كيتي، يعني كاين بزاف ديال الموديلات فريمون غادي تحيروا. بالنسبه اللي بغى ياخذ شي حاجه للعيد ولا هذا، يعني غادي تلقاو خيارات كثيره بزاف. وكما قلت لكم اثمنه اللي كنلقاو ان زعما زوينه بارابور شنو كاين في السوق، وعاد الجوده، الجوده زعما زوينه، ماشي شي حاجه اللي دغيا كتخسر. هذا كان الفيديو ديال اليوم من متجر ال سي واي كيكي اللي متواجد في المغرب كامل، اي مدينه راه كاين فيها، وحتى الا ما كانش في المدينه ديالكم راه عندهم موقع اللي كيرسلوا جميع المنتجات اللي بغيتوها اللي عجبتكم، غادي يرسلوها لكم حتى للدار. وكما قلت لكم هادو كيبقاو هميزات زوينين اللي بغى يشري الوليدات ديالو من دابا حوايج ديال العيد باثمنه زوينه بزاف، وبلا ما يوصل حتى يبقى يومين ديال العيد ويبقى يجري. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تدعمونا بلايك وباشتراك وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل، وحتى حنا نبقاو ديما نعطيو الجديد. وشكرا بزاف.